والناس يفرحون بأمور كثيرة. الواحد يفرح عندما يولد له الولد، والواحد يفرح عندما يسكن في داره الجديدة، ويفرح ويفرح بأمور شتى. ولكن الله سبحانه لم يأمرنا بالفرح إلا بشيئين، وقد قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نظهر الفرح والسرور بقدوم الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك يفرح كل مسلم في كل العالم. والذي نسمع في بعض البلاد نعوذ بالله لا نعتبر به ولا يعتبر أحد من العقلاء، وقد قال ولا عدب فيه، وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس. وفي آخر هذه الآية يقول الله تعالى: وذرهم وما يفترون. فإذا نتركهم على حالهم ونحن نعيش بإظهار الفرح والسرور بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعتم من واحد إن الله سبحانه وتعالى جزع رحمته 100 جزء وأعطى جزءا واحدا للخلق، والباقي أبقاه الله إلى يوم القيامة. ففي البخاري أن هذا الجزء أقسمه الله تعالى أيضا 100 جزء، فالجزء الواحد أعطى الله تعالى لكل من الأنبياء والمرسلين وجميع الخلق، و99 جزءا أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا يستطيع أحد أن يبين رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الحميدة وشمائله الجميلة وشمائله الكثيرة. لا يستطيع أحد. أخلا من يحصي مديح محمد ففي مدحه كتب من الله تقرأ. أنا لا أريد